زي ما احنا بنتكلم عن الطفره الكبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، باين كمان من خلال عدد اللاعبين اللي بنشوفها من منتخب في منتخب 2003، من فريق 2003 اللي تم السنه دي اعداده بشكل جيد، بنشوف معاه مدير فني على اعلى مستوى كابتن سيد غريب، ايضا بنشوف كمان صفقات جديده، دي الخطه الجديده اللي احنا بنشوفها خلال الفتره السابقه، لعيبه بتنضخ جديده لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده زي ما احنا شايفين الست اسماء هقولهم لحضراتكم تاني: محمد احمد شرقيه، زياد اسامه، رأفت خليل، ادهم سيحه، وده حارس مرمى، يوسف شريف ده وافد جديد ايضا، وميدو نبيل، وادهم سيحه ده برضه حارس مرمى وافد جديد، ويوسف شريف وافد جديد من مصر المقاصه، وميدو نبيل. دي الاسماء ست لاعبين اللي انضموا من النادي الاهلي لمنتخب مصر، ولما اقول ست لاعبين من النادي الاهلي يبقى النهارده لازم نشيد بالجهاز الفني وعلى راسهم الكابتن سيد غريب. نروح للكابتن سيد غريب، تحياتي ليك يا كابتن سيد. كابتن اسامه اهلا وسهلا بيك كابتن، منور الدنيا كلها كابتن. اولا ببارك لك ست لاعبين من فرقتك النادي الاهلي 2003 موجودين في منتخب مصر، فده يحسب ليك وايضا يحسب للقطاع باكمله بقياده الكابتن خالد بيبو وكمان بروكيتش المدير الفني الاجنبي. اول حاجه بقول الحمد لله احنا ماشيين على خطوات ثابته باذن الله، اهداف اكتر من كده كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى العدد هيزيد باذن الله. احنا عندنا ثلاث اربع لعيبه الكابتن محمود جابي سال عليهم كويس، بس هم كانوا مصابين وعاملين عمليات، فان شاء الله الاسبوعين الجايين هيخشوا، فانا بوعدك ان شاء الله الرقم دوت هيبقى اكتر من كده ان شاء الله. برضو عايز اعرف مراكز اللاعبين يا كابتن سيد. ادهم سيحه ده حارس مرمى صح كده؟ صح كده يا كابتن. عندي ميدو نبيل، زياد اسامه باكايت، عندي محمد احمد شهيه سيرد باك، تمام، عندي ميدو نبيل نص ملعب، عندي رأفت هاف رايت، عندي يوسف شريف هاف ليفت، يعني كل الخطوط الحمد لله اللعيبه دي ماسكه الملعب كله. ميدو نبيل اللي احرز هدف جميل لما ذعنا المباراه هنا على شاشه قناه الاهلي في اول مباراه في الدوري، الهدف بتاع القضيه ممكن في الثواني الاخيره كان امام الشارع الدخان، من اللعيبه برضو الممتازه ميدو نبيل. هو كلهم لعيبه ممتازه وميدو الحمد لله يعني الماتش الاولاني جاب جون في الوقت قاتل والحمد لله خدنا 3 بونت، وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه كويسه السنه دي، واللعيبه ان شاء الله احنا مش لعيبه بست بس في المنتخب، احنا عاوزينهم ست يبقوا في الملعب كمان ان شاء الله يا كابتن سيد. النادي الاهلي اللعيبه بتاعته لما بتكون كويسه بيبقى منتخب مصر كويس ان شاء الله. ان شاء الله، وانا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق كابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2003 بالنادي الاهلي.